دعما لمسيرة العلم والتميز وبرعاية محافظ حلب، كرم الطلاب الأوائل في الأولمبياد العلمي من محافظة حلب الذين سيشاركون في الاختبارات الدولية للأولمبياد العلمي لعام 2017 خلال الفترة المقبلة. نحن من جانبنا سنقدم كل الدعم اللازم لهم للوصول إلى مراكز عالمية. طبعا تلاقى من اهتمام الدولة تجاه كل أبنائها وخاصة الطلاب المتفوقين والمبدعين. كما عودونا عبر السنوات السابقة خلال دورة الأولمبياد التي تعيش عام العاشر خلال السنوات الخمس الماضية، سنوات الحصار والأزمة والحرب على سوريا، كان أبناء حلب لهم مقاعد في المحافل الدولية، وفي هذا العام كان لدينا كمحافظة حلب 9 مشاركات دولية من أصل 24 على مستوى القطر. عبر الطلاب المتفوقون عن شكرهم لهذه المبادرة التي أعطتهم دافعا كبيرا لبذل الجهد والتحضير الجيد للمشاركة القادمة لهم على المستوى العالمي، مؤكدين أنهم سيبذلون كل الجهد لحصد الميداليات والمراكز المتقدمة. يوم التكريم كان دافع كثير كبير لنا لحتى نقدر نتفوق ونكمل بمسيرتنا العلمية بالأولمبياد، وإن شاء الله الله بيوفقنا ونرفع اسم بلدنا عاليا. هالتكريم أول شيء شكلنا حافز إنه نشتغل أكثر مشان نجيب إنه نرفع اسم سوريا بالدول إنه بين الدول الثانية، وكمان هلا هو الأولمبياد إنه أثر كثير بحياتي، طبعا ما بس بالناحية الدراسية إنه حتى بالناحية الاجتماعية، تعرفت كثير إنه على ناس من اختصاصات ومن غير اختصاصات ومن كل الدول، إنه طبعا من خلال مشاركتي إنه بالسنة الماضية الأولمبياد العالمي بسويسرا. أحب أشكر جميع اللي ساهموا بدعمنا وتتابعوا علينا، ابتداء من السيد الرئيس بشار الأسد للسيد أسماء الأسد وللسيد المحافظ اليوم كرمنا. الأولمبياد العلمي هي شغلة أو بحرى يعني مثل الباحة، تعمل فيها شو ما بدك إذا كنت مبدع. هاي الباحة يعني خلتنا نوصل لمراحل كتير عالية بالتفوق والنجاح والتفكير، يعني بغض النظر عن الاختصاص فأنت صرت بتبدع وبتتعرف على الاختصاصات الثانية أكثر. جهود بذلها الشباب السوري أثمرت تفوقا وتميزا علميا، أضيف إلى التميز والإبداع السوري الذي لم يتوقف رغم الحرب الإرهابية التي ضربت كل مفصل في الحياة.